نصيحتك ايه للي خلاص مقبلين على قرار الطلاق بعد عشرة بينهم سواء كانت صغيرة او كبيرة؟ هو انا يعني قرار الطلاق يا جماعة بلاش يكون هو الخيار الاول بعد اول مشكلة. لما كل السبل اللي ممكن فيها الاصلاح تنقطع وان انا استحالة العشرة مع الشريك ده، يبقى هو قرار الطلاق ده هو ده القرار الصائب. لكن للأسف احنا بنشوف دلوقتي اسباب مش بالأهمية الكبيرة اللي انا اهد بيها اسرة، وخاصة لو في اطفال، خاصة لو في اطفال. انا من البداية لو انا محددة انا محتاجة ايه من شريك حياتي وايه المواصفات المهمة، رتبت اولوياتي المهمة الاهم في المهم، وعرفت اقدر استغنى عن ايه واقدر اتعايش من غير ايه. حسن الاختيار بالظبط. انا لو اخترت من البداية حد صح يبقى انا اكيد اكيد هكمل معاه حتى بالرغم من المعوقات وبالرغم من المشاكل وبالرغم من الصعاب دي كلها. لان احنا للاسف متخيلين الحياه الزوجيه مجرد ما يكتب الكتاب المعزول، مجرد ما نفرش الشقه الدنيا هتبقى وردي. لا، دي مرحله اصعب بكتير من المرحله اللي كنت فيها، لان انت كنت عايش او كنت عايشه في بيت الاهل ففي معاونين وفي ناس واخدين بالهم منك، وفي ناس لو انت نسيت حاجه بيفكروك، لو انت وقعت في حاجه بيشدوك. لكن دلوقتي انت لوحدك، انت والشريك. فنصحتك ايه للمقبلين بقى على الزواج؟ زي ما قلت لك الاختيار السليم. نحاول ان احنا نحل مشاكلنا يا جماعه مع بعض، ما ندخلش اي حد ما بيننا سواء صديق سواء اهل سواء الا بعد ما نكون خلاص مش قادرين نحل المشكله، لان تدخل اطراف كتير في المشكله بيزود المشكله وبيطلع منها مشاكل اكبر من بدايه المشكله نفسها. ولو احنا نسيناها هم مش هينسوها. بالظبط بالظبط. هو ده اللي بيحصل، ان احنا في الاخر بنتصافى عشان احنا ما بيننا رصيد اصلا موجود من الحب والموده، خلاصة لو احنا في اول سنين الزواج بيبقى لسه الرصيد بخيره يعني. فبنتصافى ونتصالح، وفي الاخر خالص الاهل هم اللي بيقعوا في بعض. بما ان احنا بنتصافى ونتصالح المواقف دي، فيعني انت ايه اغرب موقف واجهتيه وانت مأزونه؟ حاجه كده ما تنسيهاش غريبه كده وتفضلي تفتكريها تضحكي. والله مواقف كتير منها مثلا اني في ناس في اول ما اتعينت كانت في حاله عندي داخله بيدوروا على المأذون. يعني هم متخيلين الوفاء قطب المكتوب على اليافطه، وفاء قطب ده راجل يعني راجل مش 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 ست. فهو انا قاعده باخد البيانات فلقيته بيقول لي امال احنا هنقابل الاستاذ امتى؟ قلت له استاذ مين؟ استاذ وفاء. قلت له على فكره انا الاستاذ وفاء. استاذ وفاء قدامك. قال لي معقوله؟ قلت له يعني انا كمان معينه من 4 سنين، فكان سني اصغر من كده. فالناس طبعا كانت اللي هو ازاي انت صغيره كده وهتكتبي الكتاب؟ قلت له يا جماعه كتب الكتاب مش محتاج يعني صغيره ولا كبيره، المهم ان انا ينطبق عليا السن القانوني اللي الدوله حددته لامتهان المهنه دي. فبعد بقى كتب الكتاب رايهم بيتغير وبيبتدوا يثنوا عليا بكلام جميل جدا جدا جدا، وبيبتدوا يشكروا فيا ويبتدوا يقولوا لي ان انت يعني مميزه جدا في شغلك، لان انت بتعملي مهنتك بحب وباتقان شديد جدا، لان انت حابه ان انت تتميزي عن الاخرين. الحمد لله.